الحدوته بتبدأ مع شون وهو قاعد مع حبيبته وصديقه تيد في حانة، وحبيبته بتكون معترضة ان هو عايش مع صاحبه وانها مش لاقي اهتمام، والاهتمام ما بيطلبش يعني على فكرة، وبتكون برضو متضايقة ان هم بيقضوا كل اليوم بتاعهم في الحانة ومش في مطعم كويس مثلا، يعني عيب يعني كده لما اخص. وبنشوف حالة الشوارع وان الناس بقت غريبة سيقة، وبيكون شون قاعد مع تيد بيلعبوا فيديو جيمز كالعادة، وبيخرج شون للشغل بتاعه واللي هو عبارة عن ان هو شغال في محل تلفزيونات وتلاجات ترابيزات بينجو بلياردو وحاجة كده، وبيسيب الشغل عشان عنده زيارة أسرية وكده. هو بيجيب ورد لمامته في الطريق بتاعه، ولكن لما بيوصل بيعرف ان في مشكلة وان هو نسى يحجز اصلا في المطعم اللي كانوا هيتعشوا فيه، فبيتصل يحجز بس المكان بيكون كله كومبليت. فصاحبه بيعرض عليه ان هم يروحوا الحانة اللي هم العادي يعني بيقعدوا فيها واللي حبيبته اصلا مش بتحبها، فبيتصل على حبيبته بيعرض الفكرة، فبتكون متضايقة بقى وايه مش عايزة تشوفه اصلا، ولما بيحاول يصالحها بيديها الورد اللي جابه لامه واللي اصلا مكتوب عليه شكرا يا احسن ام. انت متخيل يعني ده عدى الليفل بتاع بحبك زي اختي، ده بحبك زي امي، ده ليفل تاني بقى بتاع جيم اوف ثرونز. بالمناسبه يعني روح اتفرج على ملخص جيم اوف ثرونز، روح اتفرج، انت عارف تروح اتفرج لو سمحت، شكرا. فهي بتكون متضايقه جدا وده طبيعي يعني، وعايز تنفصل عنه، فبيطلع على الحانه مع تيد صاحبه وبيكون زعلان، وبيطلعوا هم سكرانين وبيقابلهم ناس بتمشي بطريقه غريبه في الشارع، وبيروحوا وبيقعدوا يشغلوا موسيقى بصوت عالي جدا، فبيجي الشخص اللي عايش معاهم في الاوضه وبيكون متعصب جدا وبيقعدوا يتخانقوا. وتاني يوم بيصحى شون وبيتجه للسوبر ماركت قبل الشغل، ولكن المدينه بتكون كلها اتملت بالزومبيز. الزومبيز دول اللي هم الاموات الاحياء، ده حتى وهو رايح السوبر ماركت بيجيب حاجه يشربها بيلاقي دم على الثلاجه، بس هو مش بياخد باله، تفهمش ده حيوان ده ولا فيه. وبيرجع على البيت تاني، ولكن بيلاحظ هو وتيد ان في واحده واقفه في الحديقه بتاعت بيتهم، هو مش بتتحرك ولما بينادوها كتير مش بترد عليهم، فتيد بيحدفها بصخره صغيره كده على دماغ امها، فبتلف وبتكون بتمشي بطريقه غريبه كده، فبيفتكروا انها سكرانه يعني، وبتيجي على شون وبتوقعه وبتهجم عليه، فعمك شون بيقوم جاي زايقها كده فبتقع على حديده، والمفروض يعني انها تكون ماتت، ولكنها بتقوم وتقف تاني ولا كان في اي حاجه، وبتروح عشان تهاجمهم تاني، فبيقرروا ان هم يرجعوا بالادب جوه البيت بعد لما بيشوفوا ان بقى في زومبي كتير كمان، فبيتفرجوا على الاخبار وبيفهموا ان في حاله فوضى وان بقى في زومبي كتير في الشوارع، وبينصحوا الناس ان هم يقعدوا في البيت، مش الزومبي اللي بينصحوا الناس، الاخبار بتنصح الناس انها تقعد في البيت. فبيلاقوا دخل عليهم الاخ ده وبيموتوه، ولكن بيكسر الشباك اتنين زومبي تانيين وبيحاولوا ان هم يدخلوا، ولكن شون وتيد بيعرفوا ان هم يقدروا يموتوهم عن طريق ان هم يدمروا الراس، فبيطلعوا بيحاولوا يهدفوا عليهم حاجات، ولكن واحده بتيجي فيهم، فكل واحد بيمسك شيء في ايده وبيضربوهم بيه، وبيتصل على امه يطمن عليها وبيسالها هل اتعضيتي، فبتقول له لا، ولكن جوز امه اللي مش بيحبه اصلا بيكون اتعض، فبيقول اذا كان كده ماشي يعني ايه ولا في داهيه مش فارق معايا. فبيقرروا يعملوا خطه وان هم ياخدوا عربيه ويوصلوا ويتخلصوا من جوز امه ده، وبعدين ياخدوا امه ويروحوا بيت حبيبته ويقعدوا هناك لحد لما الدنيا تهدى. ودي بقى بتكون الخطه الهبله اللي هم المفروض هينفذوها. ولما شون بيدخل الحمام بيلاقي ان صاحبهم اتعض وبقى زومبي برضه، فبيقفل عليه وبيهربوا، ولما بيخرجوا بيلاقوا الشارع كله مليان بالزومبي، فبياخدوا عربيه صاحبهم بسرعه وبيشوفوا في طريقهم الحال اللي وصل العالم ليه، وبيوصلوا لبيت امه، وهنا المفروض الخطوه الجايه ان هم يقتلوا جوز امه، وبيخرجوا لكن بتيجي من احدى الزمابي وبيقتلوه وبياكلوا رقبه جوز امه، ولكن بيكون لسه حي. وهنا بيوصلوا بيت ليزي حبيبته، وبيكون المكان اتملى بالزمابي، الزمابي دي اللي هي زومبي يعني مفكك، فبياخدها هي واصحابها ويروحوا للحانه بالستين في سبعين اللي كل شويه يروحوها دي، وبيكون جوز امه اتحول لزومبي خلاص، وبيخرجوا من العربيه، وهنا المفروض ان هم يوصلوا للحانه، ولكنهم بيلاقوا جروب تاني من الناس اللي بتهرب، وبيكون منهم ام ليز بالمناسبه. هتقول لي يا عم مين ليز دي؟ هقول لك ليز دي حبيبته يا جدع، في ايه يلا. وبيفكروا في خطه وان هم يمثلوا ان هم زومبي ويمشوا وسط الزمابي، ويقولوا الزمابي المفروض ان هم ما ياخدوش بالهم. هتقوم يقول لي يا عم ايه الزمابي اللي انت عمال تقولها دي؟ يقول لك يا عم جمع زومبي، زمابي في ايه كده. وبيعملوا كده بالفعل، ولكن الزومبي بياخد باله وبيكونوا وصلوا الحانه ومش بيعرفوا يدخلوا من عدد الزومبي اللي هناك، فشون بيلفت نظر الزومبي وبيبعدهم والباقي بيدخل الحانه، وبعدين عمك شون بيقوم جاي داخل بعد ما بيفلت منهم قبل ما يتاكل يعني، وكان هيتاكل. وبيفضلوا قاعدين جوه، لكن عمك تد المتخلف عقليا بيشغل لعبه كده ولا بتعمل صوت عالي جدا، فبيلفت نظر الزومبي ليهم، وبيكون واحد من الزومبي ده دخل فبيضربوه كلهم وبيموتوه، وبيلاقوا بندقيه كمان، وهنا بيكون الزومبي كسروا الشبابيك اصلا وبيبداوا يدخلوا. هنا بتقول ام شون لليز انها اتعضت وهتبدا في انها تكون زومبي. وعلى الجانب الثاني بيكون شون بيحاول يصطاد كل الزمابي بالبندقيه اللي هي زومبيز يعني، ولكن بيلاحظ ان امه تعبانه فبيروح عليها، وهنا ديفيد صاحب ليز بيكون عايز يموت ام شون عشان هي هتتحول خلاص لزومبي بعد شويه، وبيحصل بينه وما بين شون خلاف، وبتكون امه اتحولت اصلا، فهنا بقى المفروض ان هم يقتلوها، فبيرفع
في وشها البندقية وبيضربها في حزن في مشهد مؤثر سيقا. وهنا بيلف شون وبيضرب ديفيد، وديفيد بيكون واقف قدام الشباك اللي فيه الزومبي، فالشباك بيتكسر وبيوصلوا لديفيد وبياكلوه في نفس الوقت اللي بيحاول باقي الفريق يشد ديفيد، ولكن بيتاكل قدامهم. والله انا جوعت وربنا. وكمان بيكون اتكسر كل الشبابيك والبيبان، وبيدخل كل الزومبي عليهم وبيتحصروا جوه الحانه. وهنا بيتعض عمك تيد وبيكون مفضلش غير شون وتيد وليز، وبيهربوا للمخزن بتاع الحانه اللي تحت الارض. وهنا بيبدا تيد في الموت، ومش بيفضل غير شون وحبيبته، وبيقرروا يطلعوا ويحاربوا لحد لما يموتوا. لكن فجاه بتدخل قوات الجيش وبيقتلوا كل الزومبي، هم بس اتاخروا شويه عشان كان النت بطيء سيكا. وهنا بيخلص الكابوس اللي هم كانوا فيه ده، وبيرجع شون لحياته التافهه تاني ولكن مع حبيبته. وبنشوف في اخر مشهد ان شون اخذ معاه تيد اللي تحول لزومبي وربطه في المخزن وبيلعبوا مع بعض. همشي ايه الولاد الهبل دول، هو فيلم ابن هبل اصلا كله. وبس كده توتا توتا خلص الحدوتة. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، وما تنساش تعمل فولو على الانستغرام، ما تنساش تعمل فولو كريم اسامه عشان هو اللي منتج الفيديو ده، وما تنساش تعمل فولو لاحمد اسامه عشان هو اللي كاتب السكريبت ده. وما تنساش تخش في جروب يميم يوم يميم، وما تنساش تخش في جروب يميم امي على الفيسبوك، وخش كده خد لك لفه في القناه. وبس كده، السلام عليكم. في اساطير الكونغ فو باندا بوم 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 بوم، نشأ في حي فقير عمل في مطعم صغير، بالصدفة في يوم أصبح من المشاهير. بوم تشخ بوم كونغ فو باندا كونغ فو باندا بوم 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 بوم، المعلم شيفو قد اكتشف قدراته، علمه أشياء تنمي مهاراته. كونغ فو باندا كونغ فو باندا تدرب وقاتل مع أروع المقاتلين، حارب معهم وحاز لقب التنين. بوم تشخ بكم.